السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخارجية الأمريكية تصدر بيانا جديدا حول تطورات أزمة سد النهضة. خليكم معانا منشوف الخبر، اللي مشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ليصله كل جديد. أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة بيانا حول نتائج زيارة مبعوثها الخاص للقاري الإفريقي جيفري فيلتمان إلى مصر والسودان وأثيوبيا، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة روسيا اليوم. وقالت الخارجية الأمريكية في بيان أن فيلتمان أكد على التزامه بالعمل مع الشركاء الدوليين لإيجاد حل للقضايا الإقليمية الهامة بما فيها الخلافات حول سد النهضة الأثيوبي والنزاع الحدودي بين الخرطوم وأديس أبابا، حتى لا يتم تقويض التقدم الذي تم إحرازه في السودان منذ اندلاع ثورة ديسمبر. وأضاف البيان أن فيلتمان ناقش مع قادة مصر والسودان وأثيوبيا مخاوف السودان ومصر المائية حيال سد النهضة وسلامته، والتوفيق بين احتياجات أثيوبيا التنموية ومصالح القاهرة والخرطوم. وناقش المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي مع قادة الدول الثلاث استئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي واستئنافها على وجه السرعة بناء على الإعلان المبادئ الموقع عام 2015، مؤكدا أن الولايات المتحدة ملتزمة بتقديم الدعم السياسي والفني لتسهيل التوصل إلى نتيجة ناجحة للمفاوضات. واختتم البيان بأن المبعوث الأممي سيعود إلى المنطقة مرة أخرى لمواصلة الجهود الدبلوماسية المكثفة لحل الخلافات في المنطقة نيابة عن الرئيس الأمريكي جون بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكين. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.